وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور لعسرها، بل يكتفى بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل للفسق ظاهرا، وفي الضبط بأن يثبت ما روى بخط مؤتمن وأنه يروي من أصل وافق لأصل شيخه كما قد سبق لنحو ذاك البيهقي، فلقد آل السماع لتسلسل السند. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد فنواصل بمشيئة الله شرح ألفية العراقي للإمام السخاوي فتح المغيث بشرح ألفية الحديث من حيث انتهينا في الجلسة السابقة. تفضل يا عم الشيخ سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين يا رب العالمين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور لعسرها، بل يكتفى بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل للفسق ظاهرا، وفي الضبط لأن يثبت ما روى بخط مؤتمن وأنه يروي من أصل وافق لأصل شيخه كما قد سبق لنحو ذاك البيهقي، فلقد آل السماع لتسلسل السند. نعم. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: الثالث عشر في عدم مراعاة ما تقدم في الأزمان المتأخرة، وأعرضوا أي محدثون عدم مراعاة ما تقدم كثير من المعاصرين يفهمونها على أن جميع الشروط التي تقدم ذكرها في هذا الكتاب وغيره من كتب المصطلح من حيث عدالة الراوي وضبطه قد انتهت. حتى إن اليوم أنا قارئ يعني كتاب لعالم فاضل وهو أستاذ يعني في كليات الحديث، يقول إني أنا لم أترجم للرواة، يعني المؤلف اللي هو بيتكلم عليه بيروي في كتابه ده بالأسانيد، والمؤلف ده متوفى عام 615 أو 16 تقريبا، وهو يقول إني أنا لم أترجم لمن بعد 300 لأنهم ليسوا من أهل الرواية. وأنا أظن إنه هو بيدرس نفس الكلام ده، والسبب هو هذه الكلمة التي ذكرت على أسماعكم الآن وبدأت بكلمة وأعرضوا، أي علماء الحديث عموما في هذه الدهور اللي هو الوقت اللي ابن الصلاح كان موجودا فيه شيخا لدار الحديث الأشرفية في الشام. وابن الصلاح مولود عام 577 ومتوفى عام 643، وقصده بكلمة الدهور يعني عصره الذي هو فيه، وكان قد سبقه إلى ذلك حسب قراءتي ناس قالوا إن خلاص ما دام وصلنا إلى سنة 600 فقد اتفق علماء هذا العصر على حذف الأسانيد من الكتب التي يوجد فيها أسانيد. وفعلا كثير من كتب اللي هو له علاقة بالمخطوطات وبفهارسها كان كل من عنده كتاب فيه أسانيد يقوم يسمي عمل في الوقت ده تهذيب أو اختصار. فقام الإمام المنذري رحمة الله عليه
باختصار سنن أبي داود بحذف أسانيده، وقام هو كذلك باختصار سنن مسلم بحذف أسانيده، وقام هو كذلك بحذف أسانيد البخاري وتسميته مختصر صحيح البخاري، وقام غيره إلى طبقة شيوخنا، شيوخنا اللي هم ناس بعد سنة ميلادي، بعد سنة 1960 ميلادية. فكان اللي عنده منهم كان في الوقت دوت، انا بقول لكم على التاريخ عشان طبعا ايه ما حدش فيكم اللي هو بيتولد النهارده بيحاول ينسى سنتين لقدام، مش ينسى اللي ورا، لا ينسى سنتين لقدام. من شيوخنا الغماريين من كان يمتلك نسخة وحيدة من كتاب الزهد الكبير للإمام البيهقي، ولا توجد عادوا الشيخ مشايخ ده راجل عضو هيئة التدريس يعني دخلنا في مشاكل، مش كده يا عم الشيخ مصطفى؟ أنا ما جبتش الحديث على كل حال. فالشيخ الغماري مسك النسخة اللي هي عنده وعمل برضو فيها الشغلانة نفسها، نشال أسانيدها، وتعتبر كانت لو أبقاها كانت النسخة الثانية في العالم اللي فيها أسانيد. وكان عادي، أنا دلوقتي أهو عشت لغاية دلوقتي عشان أقول لكم إنه كان عادي وكان خدمة. وناس دلوقتي على قائمة المفكرين حتى في علوم السنة والمنظرين يكتبوا دلوقتي يعني في كلامهم. أنتم تعرفون أن مسألة العنعنة دي أنا ما أحبهاش قوي. طب ما تحبهاش قوي تعمل رئيس مركز السنة ليه؟ ما هو يبقى حرام عليك، شيء ما تحبوش ما تدخلوش. يقول لك لا أنا بدخلها بجاهي، وانت ان كنت راجل تعالى مشين، وعارف ان انا مش هطلع راجل. فكلمة اعرضوا في هذه الدهور دي سببت هذا الامر، وترتب عليه ان احنا الان نيجي نقول يا ناس كتاب الحافظ ابن حجر اللي هو اماليه اشتغلوها يا طلبة العلم ما دام انتوا شايفين زحمة الأسانيد، يقولوا لا الأسانيد طويلة. طبعا درسناها احنا في ناس تانيين عاقلين عن كده وخرجوها ودرسوا أسانيدها وكانت تستعصي على كل واحد فيهم ممكن 10 أمكنة 11 مكان في رسالة كاملة والباقي. وعدم وجود ترجمة للراوي ده موجود حتى من أول التابعين، عشان برضو تبقى أنتوا إيه قاعدين، اللي سارح سارح واللي قاعد قاعد. إن إحنا لما اشتغلنا أسانيد الإمام الدولابي في الكنى فكانت توجد روايات ويعني بأسانيد رواتها من التابعين عند الدولابي ولا نجد لهم تراجم، ومن شيوخ البزار ما لا نجد لهم تراجم. فان كانت العله ان ما لهمش تراجم، طب ما هم دول ما لهمش اهو، صحيح بنسبه قليله، لكن خلاص ما دام اتفقنا ان العله هي ان ما لهمش ولهم، يبقى اللي نقدر نلاقي له ندرسه. قال لك لا، ما هم اعرضوا في هذه الدهور. فاحنا هنقرا دلوقتي وهنشرح ونقول ان دي قضية يجب ان ينتبه اليها، وان الاعراض اللي في هذه الدهور هي مقولة ذكرها الامام ابن الصلاح ولم يسبق اليها بحسب كتب المصطلح اللي في ايدينا، لكن توبع عليها
ودي اللي احنا نريد ان ينتبه اليها، ان اعراضه دي هي السبب، وانها عورضت من كثير من علماء الحديث بعد ان قالها ابن الصلاح. وان احنا كناس بندرس حديث وقلبين دماغ الدنيا، وان احنا اللي ما شافوش اللي قدنا، يجب ان نوسع دائرة اطلاعنا على كتب مصطلح الحديث لنعرف اين موقع كلمة ابن الصلاح من كتب المصطلح بصفة عامة في شرق العالم الإسلامي وغربه، وإن اللي بيكتبوا مقررات دراسية يا عم الشيخ أحمد نبوي يختشوا شوية ويعملوا مقررات على حسب اطلاعهم، مش على حسب ما يتفق الأمر، ويحاولوا من ائتمانهم على أذهان طلبة العلم أن يغيروا تفكيرهم، وأن بلاش أنك تجيب كتاب كبير وتعمل منه ملزمة وتعدل كرافته وبعد كده يطلع اللي بعد منك أجهل منك وانت صاحب الإيه الذنب الأول. تفضل يا شيخ. وأعرضوا أي المحدثون فضلا عن غيرهم في شايف الكلام. وهو ده السخاوي نفسه، عامل كتاب جياد المسلسلات والمسلسلات، وعارف إن شيخه مال الدنيا بأسانيد. طب لما هم أعرضوا بتعمل أنت ليه؟ قال له والله أنا بشرح كتاب. طب ما تشرح كتاب وقول لا. قال لك برضو اللي هو يألف دلوقتي يقول لك إذا كان ده ما قالش لا أنا أقول لا. ما هو مشكلتنا إن نقول لا بدليل مش بجاحة. إحنا إذا كنا مصطحبين للدليل هو ده، لكن إذا كنا بنقول كلام غير مدعم بالدليل اما ان احنا نردد نفس الكلام كما هو موجود في هذا الكتاب وغيره. الشيخ العراقي نفسه الذي كتب هذا متابعة لابن الصلاح له امالي باسانيده مطبوع بعضها وبعضها مفقود، بل خرج أحاديث إحياء علوم الدين بأسانيده، وما زال موجود منها حتى الآن قطعة إن شاء الله هتشوفوها في اليقظة كلها لا يذكر الحديث ولكن يرويه بأسانيده عن شيوخه. طب ما أنت عملت كده بتقول كده ليه؟ ما تغير. قال لك لا، لأن الجيل اللي أنا كنت فيه إذا غيرت يقوموا عليك يكفروك يبدعوك يجيبوا لك يودوك، فأنا إيه أوثر السلامة ولم يعرض المحدثون، إنما كل اللي فيها قالوا إن إحنا هنخفف الشروط زي ما هو قال بعد كده. طب بتقول كده ليه من الاول؟ تخلي المخ ده يدخل فيه ان راحت الاسانيد. ما تبدا تقول قال اعرضوا وهم لم يعرضوا لكذا كذا، عشان تخلي اللي بيقراك نفسه ياخد صدمه يفوق. قال لك ده انا بقول كده وخايف كمان لحد يقوم علي. فاحنا بنقول انه لم يحصل هذا الا في تصور الشيخ ابن الصلاح. حتى الشيخ ابن الصلاح رحمة الله عليه بعد ما قال كده املى احاديث باسانيد ومطبوع الجزء اللي اتلقى في مكتبة الازهر عند الناس كلها ما عدا طلبة المصطلح الشرعي.
إن عنده منكم أمال ابن الصلاح أو سمع عليها مين يا شيخ محمد؟ عندك حاجة؟ يقول لك كنت أطفحها. طب دي أنت شغال في العلل يا راجل وكده مش تختشي؟ قال لك اختشي ليه؟ وحد هيجي يدور اللي يعرف أبويا يروح يقول له. تفضل يا عم الشيخ سعيد. وأعرضوا أي المحدثون فضلا على هذا الكلام ليس صحيح. لم يعرض المحدثون وإنما أعرض فريق واعترض فريق، وسنأتي الآن بالمؤلفات التي تعترض وتقول لا. لم يعرض وإنما أعرض فريق ككل المسائل، وأن إعراض اللي أعرضوا كان سببه ليس علمي ولكن ما تعرض له العالم الإسلامي في وقت ابن الصلاح. ابن الصلاح أولا مولود في، هو رجل من اللي يسمى دلوقتي الأكراد، أكراد العراق اللي في شمال العراق، هو من إربل شهر زور، وعاش في شهر زور دي في شمال الشام في شمال العراق، ولكن نزل واشتغل أكثر ما اشتغل 20 سنة في دار الحديث الأشرفية في دمشق، وكتب هذا الكتاب وأملاه في هذه المرحلة. وكان العالم الإسلامي حسب التاريخ يقول لك طب احنا نقرأ التاريخ ليه؟ ده مش في المقرر. طب ما عشان نعرف ان الكلام ده اتقال لماذا؟ انك لو تقرا وقت ما كان ابن الصلاح فقد فعلا اجتمع على المسلمين جميع اعدائهم، وكانوا من اهم ما وجهوه هو حرق ومسح تراثهم بما في كتب المصطلح دي. ولم يكن لهم عندما قامت هذه أي شوكة، حتى كان الخليفة العباسي يحتمي في بعض أمراء البويهيين وغيرهم من الدولات التي خرجت على الخلافة، يحتمي فيهم، هم الذين يحمونه. فابن الصلاح قال بسبب كده. فانت لما تلغي السبب وتقرأ اعرضوا في هذه الدور وتقول والله انا مش هترجم لهم لان الرواية راحت، تبقى انت راجل يعني كأنما تعطي ظهرك للواقع بدلا من أن تأخذ منه العبرة. جاء صلاح الدين وأعاد نهضة الحديث وبنى المدارس وجاب أحاديث أهل السنة من أول مصر لغاية ما توصل تاني العراق وأعيدت. فامسكوا بقى ابن الصلاح وقولوا الدنيا اتغيرت، يقول لك لا وأعرضوا في هذه الدهور. تفضل يا مولانا. واعرضوا اي المحدثون فضلا عن غيرهم في هذه، هذا الكلام ليس صحيحا وسنثبته بعد قليل، بس لما نقرا اللي في الكتاب نثبت انه لم يحصل هذا. طب امال قالوا كده ليه؟ قال ساعه ما كانوا بيكتبوا كان كل واحد بيكفر الثاني، واحنا عايشين اللحظه دي كل واحد وقت بيكفر الثاني ان لم يستحل دمه، ويلاقي من يزين له هذا باسم الدين فيقول لك طب انا ابيع عمري ليه؟ انا اديني ساكت. تفضل يا عم. بهذه الظهور المتاخره عن اعتبار اجتماعها متاخره متحدده. ابن الصلاح توفي 643 وهو الذي قال هذه المقوله. في هذه الظهور المتأخرة عن اعتبار اجتماع هذه الأمور التي خلي بالك بقى عن اجتماعها
لكن إبقاء ما يكفي لثبوت الرواية منه. فيبقى الإعراض مش عن الشروط بحيث انك انت لا تترجم الا لأهل القرن القرون الثلاثة، لا، طب امال الدارقطني توديه فيه؟ الدارقطني الراجل اللي مات 385 وسننه في ايدين الناس، مين اللي يدرسه بقى؟ ومين اللي يصحح؟ وهو لما طول الكتاب من اوله لاخره يقول اسناد رجاله وثقات، ومين اللي يقول للحاكم في المستدرك ما تقولش على الاسناد بتاعك 405، يعني بعد 300 ب100 سنه رجال وثقات؟ ومين اللي ما يقولش للامام البياقي 458 رجال وثقات؟ وابن التركماني يقول للبياقي ما دام قلت على الاسناد ده رجال وثقات يبقى الراوي اللي انت بتضعفه ده داخل في التوثيق اللي انت قلت عليه. كل ده تقول للناس يدرسوه، يقول لك لا اعرضوا في هذه الدور. فهم اعرضوا عن الشروط ولا عن نسبة من هذه الشروط؟ اعرضوا عن نسبة مش عن، انما اصل الشروط ما زال حتى الوقت اللي احنا قاعدين فيه ده يشترط في من يروي الحديث ان يكون عدلا ضابطا، ضبطا تاما. الا اننا اشترطنا في العدالة شروط خفيفة، واشترطنا كذلك في الضبط شروطا تناسب زماننا. والامام الذهبي هو متوفى 748 له معجم شيوخ، اللي يغلط منكم ويشوفه ان شاء الله في المنام يلاقي انه هو بيجرح بعض شيوخه وبيعدله. اما ايه الحكاية دي؟ قال الحكاية ان القضية لما عممت جينا نخصصها ما دخلش التخصيص في اذهان طلبة العلم، او دخل في بعض وسب بعض، المهم اتهزت القضية. بحيث لما جم دلوقتي الملحدين وقالوا ان الاسانيد دي كلها او العنعنات ملهاش لازمة، لقيت ناس من طلبة العلم يأيدوه، ولقوا مفكرين كبار يكتبوا في مقدماتهم ان انا كنت كتاب الاموال ده لابي عبيد كنت هشيل العنعنات دي وبعدين ما لقيت ان ابقائها احسن. تيجي تحط ساعات تعلم فيها دراسة الاسانيد يقول لك لا المنهج ما يحتملش. طيب المنهج ما يحتملش واحنا قاعدين اهو بنقول اللي عايز، يقول لك ما عندناش وقت. طب امال عايز ايه؟ قال عايزك تعملني مهرجة على ماني فيه كده، ان انا اكبر عالم وانا ما اعملش كده. فيجي اللي بعدين يقول لي دي لو كانت مهمة كانوا دول تمسكوا بيها. فعدم تمسكهم بيها او اشتغالهم على الوجه الصحيح بيها هو الذي وجد فكرة انه الاسانيد المتأخرة يمكن الاستغناء عنها. وهيجي كلام السخاوي دلوقتي وهنجد ان في كلامه ما يدل على ان البداية التي ذكرت لا تتناسب مع النهاية، لأنه في النهاية بيقول إن من سبب تبديل كتب غير المسلمين هو انقطاع أسانيدها. طب أنت لما تقول إن الأسانيد أنا أجيزك وأنت تجيزني ولا تبصش في الرجال، يبقى ده اتصال لازمته إيه؟ هل احنا بنرص طوب او بنضحك على نفسنا؟ تفضل يا شيخ.
عن اعتبار اجتماع هذه الأمور التي شرحت فيما مضى في الراوي وضبطه، فلم يتقيدوا بها في عملهم لعسرها أو تعذر الوفاء بها. لم يتقيدوا بها في إيه؟ في عملهم. أيوة، أمال إيه بقى اللي تقيدوا به؟ قال لك الذهبي، قال سيبك من الكلام المجمل ده، لأنك أنت بتقراه زي الواحد اللي هو بيشرب أي حاجة إن كانت مرة ولا حلوة وتنزل. الذهبي في سير النبلاء ترجم لواحد في المرحلة دي وقال يا ناس من أول دلوقتي إلى ما بعد تغير تعريف الثقة إلى كذا، فأصبح معانا ثقة للمتقدمين الحفظ والضبط، ضبط الصدر وحفظ الصدر اللي كان يخلي الزهري يكتب الحديث أما يجي يسمعه وبعد ما يحفظه يجي مقطع الورقة لأنه واثق في ذاكرته أكتر من الورقة، لأن الورقة ساعة الزهري ما كانش فيها لا نقط ولا تشكيل، فكانت لا تقرأ وحدها، ينظرون زي تنظرون، لا فيه ياء تحت ولا فيه تاء فوق، الياء والتاء فين؟ هنا. خلاص غيرنا احنا بقى، وبقينا بنحط التاء فوق ونحط عليها فتحه، وفي طلاب دراسات عليا بيجيبوا لي الورقه مكتوب له وعلى الهاء نقطتين. ورقه الاجابه لازم انجحها يا اما يطلعوا على التحرير. ادي الذهب هو يا عم الحاج، مفيش بقى واحد هنا ارد دول ويكتب الكلمه دي، قال لا يكتبها ليه؟ ما عملهاش زباين اصلا. احنا لينا دول، تعال نقرا عليك النزهه، تعال نقرا عليك كده، نقرا على الجن يا اخي. القرايه شبعنا منها، انت يا تضيف شيء يا القرايه دي انت بتكر شيء. الإمام الذهبي رحمة الله عليه في السير، طبعا الكتاب في السير مش مقرر في أي كلية لحد دلوقتي وإلى أن تقوم الساعة. ليه؟ قال لأنهم بنيين على أن طالب العلم ياخد مقرر تتسع له الساعات ويكمل هو نفسه عشان ما يخشش جهنم. يا يحصل كده يا إما جهنم جاهز. يقول إيه أنت إرهابي؟ احنا ارهابيين ليه يا عم؟ احنا لا في ايدنا جنه ولا في ايدنا نار، لكن هو كده ما دام تعينت لطلب العلم لازم ان تحمله على الوجه الاكمل. ما تعينتش خلاص ما تشيلش الوزن. ولذلك الذهبي يقول ان اللي يقرا على الدارقطني ييأس. ييأس ليه؟ لأن 18 مجلد كانت في ذاكرة بني آدم، وندور احنا في دماغتنا ما فيش فيها إلا السندوتشات والحاجات اللي هي كده. فالشيخ الذهبي في كتاب السير الجزء كام ده؟ جزء كام ده يا شيخ؟ السير أعلام النبلاء ده الجزء تقريبا السادس أو السابع. أيوة في السابع، في السابع. أيوة أنا عملت دي عشان تخليني منساش، كان مفروض أصور اللي هي عليها وفاته، قصدي رقم الذهب. فبيقول بقى كده اقرأ الشيخ محمد. ده ابن خلاد ده هو بيترجم الذهبي له ويقول الكلمة في ترجمته، لكن لما تقول له يا ذهب يا حبيبنا يا بتاع الاستقراء التام نبوس أي جزء في جسمك واكتبها لنا دي في المصطلح، يقول مش هكتبها. ليه؟ قال يا تدوخ زي أنا ما دوخت،
ياتي في دار الذهب مكانه وانتوا في الدرك الاسفل. يا رحم هو خلي عمك الشخص انا الترجمه كلها ما هي هتيجي اصلا هي مش طويله لا مش المقصود انا بقولها احنا هنقراها ليه؟ عشان خاطر نقول ان يوثقه فلان ووثقه فلان ماشي. يبقى التوثيق ما ماتش موجود بس مجرد ان الذهبي يقول خلي بالك التوثيق ده مش هو زي توثيق عبد الله بن المبارك. امال ايه؟ قال ده واحد اتنين تلاته وحط دول في جيبك كل ما تلاقي واحد ثقه اعرف ان هو كده فيبقى ايه؟ اعراضه دي وان هم هيغيروا اصبح كلام مجمل ان ما انطبقش على ترجمه ما نعرفش ننقل احنا المصطلح الى تطبيقه على التراجم. ادي للشيخ ما دام هو القارئ ماشي ماشي شايف شايف الأناني. قال الإمام الذهبي رحمه الله الشيخ الصدوق المحدث وبيترجم لراوي بعد القرن الثالث بشوية فهيتكلم بقى يقول في العصر ده كان الثقة يساوي كذا كذا. طيب لما يقول الثقة كذا كذا يبقى التوثيق راح ولا تعدل؟ اتعدل فقط لكن لا يمكن أن ينمح. نفضل احنا ماشيين بقى لما نوصل لغاية البقاع. البقاع 100 سنة 800 وكام ولا عايش؟ يقول أنا رخر هوثق وضعف. ازاي يا عم ما الجماعه اللي قبلك قفلوا الدكان؟ يقول لا انا هفتح الدكان بس حته كده الناس تخش منها. تفضل يا شيخ. قال الشيخ الصدوق المحدث مسند العراق ابو بكر احمد بن يوسف بن خلاد بن منصور النصيب ثم البغداد العطار سمع محمد بن الفرج الازرق والحارس بن ابي اسامه واكثر عنه ومحمد بن يوسف الفديمي ومحمد بن غالب التمتام وابراهيم الحربي وعده وتفرد عن سائرهم روى عنه الدارقطني. خلي بالك كلمه تفرد عن سائرهم ان التفرد القديم الناس تقول لك ايه ده الذهبي قال كلمه ان تفرد المتاخرين قليل. تفرد المتأخرين قليل طب ما هو الراجل ده اهو وانت يا ذهبي بنفسك بتقول انه تفرد عن اخره بتقول الكلمة دي ليه؟ قال ما انا مش عارف ان اللي ورايا بيقرب السطر انا عارف اللي ورايا يمسح ده كتبت انا 25 مجلد هيقروه فواحد هيعدل التاني. قال طب ومين تجيب مين دلوقتي كده ان شاء الله تقول له ما تخش الجنة الصبح مش هيخش. اتفضل يا عم. روى عنه الدارقطني يبقى كلمة الذهبي ان التفردات في المتأخرين قليلة تشيع والتفردات اللي هو يثبتها تضيع. لكن واحد يجيب دي ويحط قصاد دي ويقول يا جدعان ده هو له قصد تاني. وهلال الحفار وابو علي بن شاذان ومحمد بن عبد الواحد بن رزمة وابو نعيم الحافظ واخرون. طبعا هو رزمة لكن الشيخ محمد اذا ضمها هو بقى راجل محقق دلوقتي فاللي يضمه هو المضموم. قال الخطيب كان لا يعرف شيئا من العلم غير ان سماعه صحيح. يبقى لا يعرف شيئا من العلم يعني اما تقول له صحيح ايه ولا خد الراوي ده وطلعه لنا ثقه ولا ضعيف ما يعرفش لكن سماعه صحيح. واحنا بنقول ضوابط الرواية مش ضوابط الدراية. فالدراية دي هبة يديها لك ربنا وانت ما تعرفهاش الا ان جات لك ولا يديها لكش الا ربنا. لكن الرواية كل الناس تخش فيها فاحنا حطينا للرواية ضوابط اما الدراية ان واحد يفهم والتاني ما يفهمش التربويين بيقولوا فيه فروق فردية ده فلان ده يفهمه وهي طايرة. واحنا كمشايخ نقول اتقوا الله ويعلمكم الله. وقد سئل ابو الحسن الدارقطني فقال ايما اكبر الصاع او المد؟ فقال للطلبه انظروا الى شيخكم. يعني راجل ما عندوش درايه
بكثير من أمور الحياة، ما يعرفش المكاييل من الكبير ومن الصغير، لكن تقول له سمع لي البخاري سمعه لك كما لو كانت نسخة انت اشتريتها دلوقتي وحطيتها، وربنا تعبده بكده، ليبقى النص حجة على من آمن ومن لم يؤمن. فضل. وقال أبو نعيم كان ثقة وكذا وثقه أبو الفتح بن أبي الفوارس. ولا يعرفش الصعمن دي وهو ثقة برضه، ثقة في إيه؟ في اللي هيرويه. وأنا مش عايز يروي لي الصعم ولا المد، أنا عايز يروي لي البخاري. وأنا أفهم البخاري بقى. بس هو يقول إن البخاري قال كذا. وإن اللي أنا سمعته من مشايخي في نسخي بتقول كذا، بس. وكذا وثقه أبو الفتح بن أبي الفوارس وقال لم يكن يعرف من الحديث شيئا. قلت يقصد عدم فقه الحديث. قال الإمام الذهبي قلت فمن هذا الوقت، من هذا الوقت اللي هو الرجل ده هيموت فيه بات إمتى؟ 359. يبقى هو اتولد عند سنة 300 من هذا الوقت. فمن هذا الوقت بل وقبله صار الحفاظ يلقطون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح. هذه الشروط الجديدة، هذه الشروط الجديدة. يلقطون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح لقراءة متقن. صحيح بإيه؟ بأن يكتب في ترجمته أنه هو سمع صحيح كذا على كذا. وكان بقى ساعتها كل الكتب موجودة، يقول لك إيه ده السنة كلها دونت. السنة من قبل الزهر ما يتولد وهي متدونة، وكانوا بيتناولوا أو بيتلقوا كتب كما يتلقوا أحاديث من هنا، شغالين الاثنين، ما فيش حاجة وقف. أبو خلابة رجل من رجال التقريب، وما تقرأ ترجمته يقول لك الكتب اللي كانت عنده لما وصى بيها أظن أيوب السختياني والراجل راح جابها كانت حبل بعير، وهو أبو خلاب. فإذا كان على الكتابة، الكتابة موجودة من ما ربنا ما خلقها، يقول لك لا ده النبي ناهى. ما دام يا ناس أهي قدامكم. أبو هريرة قال لم أكتب، ولكن كان عنده مكتوب ويعطيه لتلامذته، إنما هو ما كتبش الرد، لكن كتب عنه. ان واحد يترجم لابو هريره يقول كتب عنه، لا يهروا الكلام انه كان حافظ والرسول ده قاله كان حافظ. يا عم قول ده هو اتكتب عنه، وفلان خد منه كتابه وفلان كتابه، وهو قالوا ناس وبقى يطلع لهم الكتب ويقول اكتبوا، يقول لك ما هي دي في كتاب تاني مش في المقر. تفضل يا شيخ. قال يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن. لفظة ثقة بقى اللي هو بيتكلم عنها السخاوة، على الشيخ الذي ايه سماعه صحيح بقراءة متقن وإثبات عدل، وترخصوا في تسميته بالثقة. وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه المتقن لما حماه، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة بالفن. الأول لما كانت، لكن لما خربت السند ما يموتش، لكن نقبل اللي هو كان الأول باشا مش لاقيينه، يبقى اللي كان شغال عنده يمشي. بس اضبطونا ان هو يروي شيئا مدونا لا يضيف فيه شيئا إلى الرسول ليس موجودا، ولا يأخذ أو ينقص منه شيء. بواسطة إيه؟ بواسطة المكتوب. والمكتوب لحد دلوقتي مكملش، حد واحنا قاعدين مع بعض دلوقتي الناس بتكتشف مخطوطات لأول مرة، ويجي يعرضوها على الشام لما تطلعش. تفضل يا شيخ. قال وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه، كانت يعني إلى سنة 300 على العدل في نفسه. على العدل في نفسه المتقن لما حماه، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة بالفن.
كان توسع المتأخرون، كان هكذا توسع المتأخرون. وحتى نفس البيهقي اللي بينسب إليه كلمة هتيجي هو قالها تحت كلمة التوسع ده. فيبقى كلمة إن خففوا الشروط ولا لغوها، ويبقى اللي احنا نلقاه في الإسناد ندور له على ترجمة بالشروط المخففة، ولا ما نترجملوش لأن الإسناد اتلغى. انت بقى ما عليك، الذهبي قال اهو، انت افتح تاريخ بغداد لوجه الله تلاقي الخطيب لما يجي يوثق واحد يقول الكلام ده، يقول كذا كذا وسماعه صحيح وأصوله ثابتة. فيبقى الذهبي جاب الكلام ده من بيتهم ولا هو استنتجه مما وجد من توثيقات المتأخرين؟ بس فالراجل نور لك الطريقة وانت تكملها تطبقها هتلاقيها موجودة، وعلى ضوءها تفهم الكلام ده. ماشي كده؟ تفضل يا مولانا. فإذا الثقة عند المتقدمين له ضوابط، والثقة ذاك عم الشيخ رضا انت منور يا مولانا. الشيخ محمد فين؟ ماشي. وبصراحه هو لو جاي قدامك هيعطلك. تفضل. بل استقر الحال بينهم على اعتبار بعضها، وانه يكتفى في الروايه، وانه يكتفى في الروايه بالعاقل المسلم، يكتفى في الروايه بقى. تقول لك هي موجوده بالروايه. لو انا اللي هشتغل اقول كده تعليقا، انه النسخ كده وانه اللي يستقيم المعنى كده. وانه يكتفى في الروايه بالعاقل المسلم البالغ غير، طبعا النسخه اللي عندي طبيعتها انا مكتوب فيها في الروايه. يكتفى في الروايه بكذا بالعاقل، العاقل المسلم البالغ غير الفاعل للفسق. وما يحل لما يقول لي غير الفاعل للفسق، يبقى الفسق نوعين، فسق اعتقاد الخطيب البغدادي اللي بيقول مش انا، وفسق عمل. فهو قال هنا غير الفاعل للفسق. طب وفسق الاعتقاد؟ الفسق الاعتقاد احنا اللي بيعتقد اي شيء ولا يظهرش اثره على الروايه ما بنحاسبوش عليه. ابن دقيق العيد وغيره يقولوا كده، احنا ما اطلعناش على باطن الرجل، لكن اللي احنا لا نسمح له الا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعرف بالكذب. فاذا هو لما يقول فاعل الفسق، لان اللي بيعمل الفسق فعلي هو اللي بيبان، اما اللي في غيره هو ما رضيش يخالفك، ما دام انت عايز يجي بعدين لازم هو يجي بعديك برضه. تفضل يا شيخ. وما يحرم المبعث ظاهرا بحيث يكون مستور الحال. ايوه، ما دام ما عرفش بالفسق يعتبر المستور هو العدل. طب هل من المتقدمين من كان يعتبر ان العدل هو المستور؟ قال اه. الشيخ ابن حبان يقول ان دول العدول بالستر الجميل. ما دام ما ظهرش عليه انا لا افتش عن قلبي، انما هات لي علامه ظاهره اقول، لان انا ليست مهمتي التفتيش على قلوب الناس. ولذلك هو قال الفاعل للفسق مش المعتقد للفسق، يعني المعتقد للفسق معناته هنفتح قلوب الناس ونشوف ده نصاب وده كذا، مالنا احنا؟ احنا نقيم الظاهر. سيدنا عمر يقول كده ان الوحي كان هو اللي بيشوفكم، ودام الوحي انقطع انما ناخذ منكم ما ظهر. بس ليه؟ قال لان انت لو اي واحد فينا دلوقتي زرقاء اليمامه يقول اللي ورا الحيطه دلوقتي ايه؟
انت لا تستطيع، انت معك حواس يالك تمشيك بس، ما انتش اله. فتكشف عن قلوب الناس ازاي؟ ظهر لك شيء حاسبهم على اللي ظهر، غير كده لا. وبرضه لم ظهر استفصله، يقول له انت بتعمل كده ليه؟ يمكن يقول لك ده واحد افتان، فتلتمس له العذر وتقول له لا، وبعدين تشوفه هيرجع ولا مش هيرجع. يعني ما قتلوش، تقتله باي ذنب؟ تفضل يا شيخ. ويكتفى في الضبط بان يثبت ما روى بخط ثقه مؤتمل سواء في اثبات مكتوبه، في حاجه اسمها اثبات او فهرس مرويات كثيره جدا تزيد على المئات، مدون فيها دي. والاثبات دي بادئه من اول سنه 200 اللي هي كانت الشروط فيها موجوده من اول الفسوي، من اول سيدنا سفيان. سفيان مات 150 150 وشوية، ها؟ كده كان له سبب جامع، يقول كده رأيته في جامع شيوخ سفيان، فإذا أجزت بهذه المشيخة بنسخة ثابتة فيبقى أنت لك ضبط بهذه المشيخات التي تمتلكها. ولحد دلوقتي موجودة. إخواننا اللي هم خاشعين ماشي، بس ما يشوفوش رؤى، أنا شايفهم وما أعرفش العلاقة اللي بين صوته وبين النوم، ما أعرفهاش. فاللي يخشع شوية ماشي، لكن رؤى لا. تفضل. ويكتفى في الضبط بأن يثبت ما روى بخط ثقة مؤتمن سواء الشيخ أو القارئ أو بعض السامعين كتب على الأصل أو في ثبت بيده إذا كان كل دي ما تتعرفش إلا يا تروح مكتبة يا الكتب المحققة تقلب فيها. كتب المحققة دلوقتي لما تجيب كتاب محقق تلاقي نماذج المخطوط موجودة في أول النسخة. اجمع دي تقدر تجيب منها مدرسة. يقول لك أنا هروح المخطوطات ما يرضوش يدوني ده، ما يعملوا ليه؟ لأنه مش عايز يشتغل، والشيطان يقول له اعمل كده، يقول له حاضر، لأنه عارف لو ضللنهم. عشان تعرف اللي بيتكلموا ده افتح أي كتاب محقق، حتى ما تشتريش، شوف المخطوطة بص فيها وسيب الكتاب وامشي. هتلاقي ان السماعات دي مكتوبة ومسجلة وكل شيء. فلما يقول لك ان هو سمع من فلان وسمعه كذا كذا، يبقى هو اتشافت في هذه الاثبات الموجودة. اذا كان الكاتب من اهل الخبرة بهذا الشأن، ايوه طبعا ده شرط ان هو يكون اللي يكتب يكون من اهل الخبرة، لانه هينوب عن حفظ الذاكرة، فلازم يبقى معتمد عليه بدلا من هذه الذاكرة التي كنا نعتمد عليها في المتقدمين. بحيث لا يكون الاعتماد في رواية هذا الراوي عليه بل على الثقة المفيد لذلك. ايوه، وطبعا انت ما تقدرش تعرف دلوقتي، الحمد لله العلم كتر والشيطان كتر. طبعا كان في ناس صالحين زمان غفلة الصالحين فيهم، لكن هم يمارسوا شعائر الدين باستقامة وكده، فكان ممكن واحد لما كان يتوجد في قرية واحد يقرأ ويكتب كان يبقى باشا. فنقول لا، احنا مش عايزين اللي هو نص نص ده، لأنه ممكن يجي كحالة يعميها. لازم يكون الكتابة دي بواسطة شخص يعرف الكتابة وقواعد إثبات السماع، وإذا حصل إنه فاته مجلس يكتب إنه حصل منه فات، وإنه هو يكتب له إجازة عشان خاطر يبقى لما يروي الكتاب يبقى ثبت وسليم وهكذا. وانتقلت المسألة من المحفوظ ذهنا إلى المكتوب كتابة، وهو لم ينتهي حتى الآن، مازال في الأسانيد دي موجود
ناس موجودين وثابتين وكل شيء، ومحتاجة لناس تخلق لهم تراجم زي اللي خلقوا تراجم في تاريخ البخاري وفي تاريخ الجرح والتعديل وكده، محتاجين الجيل ده يعمل كده. تفضل يا مولانا. وانه يروي حين يحدث بنصل بنقل الهمزه وافق لاصل شيخه كما قد سبق لنحو ذاك الحافظ الكبير البيهقي، فانه لما ذكر توسع من توسع السماع. ايوه، خلي بالك بقى النقطه دي، النص دوت اما تقراه على ما هو كده تفهم انت البيهقي خطا، لكن لما تجيب نفس الكلام اللي هو ذكر الكلام ده في مناقب الإمام الشافعي، ومناقب الإمام الشافعي مطبوع من زمان قبل ما كتير منكم يتولد، بس مش في المقرر. وأيضا اللي هم بيحققوا هنا ما يحولوش، الشيخ محول على المناقب الشيخ عبد الكريم جزاه الله خير، لأن هو مكتبته تقتضي هذا. لكن هنا في الطبعة بتاعتي دي مفيش إحالة على إن النص ده موجود في مناقب الشافعي. فأنا أرجوكم إن أنتوا تشوفوا النص في مناقب الشافعي، لأن تجدوا إنه هو إذا قرئ فيما قبله وما بعد تجد إن المعنى المفهوم منه هنا ليس هو المعنى الذي يفهم لو قرأنا النص بدون مناسبته. أن البيهقي بيذكره بمناسبة أن الشافعي حصل له حاجة في حياته، أنه كتب كتبه القديمة اللي كتبها في بغداد وكتبه الجديدة اللي كتبها في مصر، وأصوله الخطية ليست تحت يده ولكن كان يكتبها من حفظه. فلما جاء يرويها بقى يقول حدثني الثقة. فالناس طبعا قالوا انتوا كلكم يا بتوع الجرح والتعديل بتقولوا التوثيق على الإبهام ما ينفعش، هتستثنوا الشافعي؟ فالبيهقي بيقصد انه حصل توسع من الشافعي في هذا الموضع، وأن الناس اللي عاصروه يعرفوا لما يقول الشافعي حدثني الثقة يعرفوا أنه هو فلان الفلان. طب هم للشافعي ما قالوش ليه؟ قال ما كانش حافظ ولوش عايز يكتب. ولما جات له كتبه كانت الكتب اللي هي فيها الثقة دي تفرقت في أيدين الناس، ففضل التوثيق في كتب الشافعي الأصلية اللي هي أصلاً إحنا ما شفناهاش، والفرعية اللي هي أصلاً كتبت عنه. فالبيهقي عايز يجيب عن هذا، فقال إنه حصل مش البيهقي بس، مش الشافعي بس اللي بيروي بهذا الإبهام، لا ده الإمام البخاري كان بيعلق الحديث، وأن الإمام مالك كان بيروي بالبلاغ، وأن العلماء اللي كانوا بيستجيزوا المراسيل. بعد ما قال دول عشان يدافع عن الشافعي قال ومن هنا توسع المتأخر، فكأنه عايز يلتمس للمتأخرين عذر مش انه هو ينتقدهم. وكل اللي بينقلوا الكلام ده في المقام ده ما يقولوش كده. فالبيهقي لا ينتقد وإنما يريد أن يدافع عن الشافعي بس، وأن المتأخرين طالما توسعوا كده يبقى احنا نأخذ منهم موقف لا يقاس عليه حالة الشافعي. طب امال ايه؟ قال الكلام اللي هيقوله دلوقتي. فإنه لما ذكر توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثه. هو لم يكن يقول هذا للتشنيع عليهم، إنما كان يقول إن هم لما شافوا الشافعي ومالك والبخاري بيعملوا كده هم رخرين قالوا إحنا نستجيب.
ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. هل كلها؟ لأنهم خدوا من دي قال لك البياقي قفل، وقال إن الكتب دونت وكل حاجة والدكانات قفلت. هل فعلا الإمام البياقي يقصد إن ما فيش بعد سنة 458 أحاديث موجودة لم يصل إليها، ولا هو بيقول إن اللي حصل من المتأخرين اللي كانوا في منطقته هو هذا؟ هل هو يعمم ولا يخصص؟ يخصص. ايه الدليل؟ قال احنا دلوقتي الحمد لله المطابع جايبالنا كتب من ايام البيهقي من المعاصرين له، وموجودة مشيخات وموجودة اجزاء حديثية ومطبوعة وفي ايدين الناس، وتواريخ اللي توفوا فيها يا اما معاصرين للبيهقي يا اما بعد منه، والاحاديث اللي فيها مش موجودة هاتولها الحواسب اللي عندكم كلها ما تطلعش. فالبيهقي قال احنا اللي نقدر نعمله بالنسبة لدول مدام الدواوين ان اللي يجيب لنا حديث ما نلاقيش عند الكل لا نقبله. الشيخ عز الدين ابن جماعة هو رجل من المتأخرين، يعتبر شيخ العراقي، قال لا كلام البيهقي ده مردود. امال ايه؟ قال زي ما قلنا قبل كده ان اللي يكون موثق نقبل منه واللي يكون مجروح نرده، يجب تطبيقه ولا نوافق البيهقي. وانا اتمنى يجي وقت وانشر الكلام ده، لانه موجود في هوامش بعض المخطوطات وليس موجودا في كتاب للشيخ عز الدين ابن جماعه. فاصبح اللي هنا لازم يتغير. عم الشيخ احمد لازم يتغير انه كلام البياقي هناك من عارضه وقالوا لا، احنا ما دام قسمنا الرواه من يوم ربنا ما خلقهم الى من يعتمد ومن لا يعتمد، المفروض كان البيهقي يقول كده. الناس دول ما دام توسعوا اللي نجد انه هو ليس منطبقا عليه ضوابط الثقه اللي كتبناها عن الذهبي يبقى ما نقبلش منه. لكن اللي نفتح ترجمته نلاقي ان جميع الضوابط اللي انتوا عايزينها اتوجدت، نرد منه ليه؟ فلذلك الكلام ده يجب انه يتغير الان، ما اصبحش اللي موجود ده في فتح المغيث وكتب غيره انه كلام البيهقي ليس على اطلاقه. وفي ناس كاتبة كتب كتيرة في أهمية الإسناد وذاكرين كلام البياقي وقافلين الدكان. تفضل يا شيخ. قال: فمن جاء اليوم بحديث واحد لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه. موجود بقى كلام البياقي ده، موجود كتب المؤلفات اللي مطبوعة الآن وعلى رفوف المكتبات فيها أحاديث ليست موجودة ولا حد رفضها. ليه؟ لأنهم واثقين في الذي قالها. وهذا يؤيد فكرة الشيخ ابن جماعة لما قال من يوثق بنقله يقبل ومن طعن عليه يرد، وليس هناك إنصاف أكثر من هذا. إذا جرب على واحد أنه هو كذب في الحديث او انه هو وقع في خطأ خلل الضبط لا تقبلوا منه. اما اذا وجد مشيخات موجودة مطبوعة وفيها احاديث مش موجودة الا في هذه المشيخات وصاحب المشيخة موثق، فلماذا لا نقبل منه؟ ما
مدام لم نجد ما يجرحه. قال لك البيهقي طلعه. قال الشيخ ابن جماعة قال للبيهقي لا، طبق القاعدة لا تعمم. افرض الناس اللي في عصرك، وفعلا لما تقرأ انت عصر البيهقي تجد ناس انا كاتب تراجمهم كانوا يأتون من، هو الرجل كان في خراسان، يأتون من خراسان الى مصر ويطلبون الحديث ويكتبون احاديث موضوعة ثم يذهبون به الى هناك فيروونه. موجودة تراجم ناس ومكتوب انهم كانوا كذابين. يبقى القضية ماشية هي الجرح والتعديل. افرض ان ناس فعلا جو كذبوا وقالوا احنا سمعنا في بصر احاديث والناس كشفت كذبهم، الناس الصادقين لماذا تستبعدهم واحاديثهم موجودة؟ واحد زي الشيخ السلفي، السلفي ده 500 وكم يا محمد؟ 71، يعني بعد البيهقي. حد قال السلفي ما ينفعش؟ مروياته مش موجودة ومشايخه مش موجودين. يبقى انت ليه يا شيخ يا ذهبي تقفل الدكانة يا شيخ يا بيهقي؟ فاذا ما مقولة الامام البيهقي لم تطبق ولا ينبغي ان تكون دليلا على ان الاسانيد المتأخرة عموما لا تقبل. اي لانه لا يجوز ان يذهب على جميعهم، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته والحجة قائمة برواية غيره. ده اللي هو بيقول انه صحيح لغيره. قال ان احنا نعتبر ان الراجل ده ضعيف ونصحح بالرواية الاخرى، لكن احنا بنقول له لا، احنا مش هنجيب له واحد تاني ولا حدش جاب للسلف واحد تاني. اذا صح بمفرده نقبل منه بمفرده. السلف له احاديث مطبوعه عند الناس والاربعين موجوده ولا لا؟ ولو اجزاء ولو معجم السفر وبيروي فيه وبيكذب ويوثق. يبقى كلام الامام البيهقي مشي ولا فضل؟ ما مشيش، ما مشيش الا في الكتاب ده، في كتب المصطلح. وكله يجيب البيهقي ويقفل كله، انت الف ها الف ها لغايه ما دمغت الناس كلها. وصلنا بقول لك الاستاذ كاتب اني لا اترجم لمن بعد الثلاثمائة لانهم مجرد رواه ليسوا من اهل الروايه. يقول له انت فهمت كلام البيهقي خطا، وايضا تعميمه كذلك خطا، وعليك بالسلفي فهو حجه عليه. لسه واحد تاني غير السلفي هيجي ويقول لا مفيش كده. بلاش حتى السلفي، الكفايه للخطيب البغدادي يا مسلمين. الخطيب البغدادي يقول ان الصحابه لا يوجب ان يبحث عن عدالتهم، وانما يجب ذلك في من دونهم. هل قال في من دونهم لغايه سنه 300 ولا هو نفسه ساعه قال كده كان متجاوز 300؟ الخطيب مش 460؟ مش 460؟ طيب يبقى كان البيهقي اتكل على الله وقال له لا يا عم العداله فاضله ان كنتوا عايزين دليل. قال يجب البحث عن الجرح والتعديل لمن دون الصحابه. هل قال من دون الصحابة لغاية سنة كذا ولا مفتوح؟ مفتوح، ليس هناك شيء. اللي هم كتبوا في المصطلح
بعد الإمام الحاكم وقبل ابن الصلاح عندهم الحتة دي؟ قال لا مايش عندهم. واللي أنا قدرت أوصل له كتابان في المصورات يا شيخ محمد، كتابين قبل ابن الصلاح ما فيهمش الحتة دي، وإنما فيهم إن الجرح والتعديل ساري وأنه يطبق، من وجد فيه سبب للجرح يجرح ومن وجد فيه سبب للتوسيق يوسق. في كتاب، وأنا أرجو أن صوتي ده يوصل للشيخ الفاضل اللي هو حققه، و يعني هو عندي الكتاب له تقريبا أكثر من 7 سنين عشان جزء من التاريخ، وأنا هقول اسم المحقق يمكن الصوت ده يوصله فيطبع الكتاب، لأنه هو عمله كده ولا نشروش لسه. وكذلك أرجو أن يوصل صوتي للأخ اللي هو من تلامذة الدكتور عبد الله الفوزان، لأنه هو الذي أحضر لي النسخة. لما قال للشيخ أن الشيخ أحمد اللي عايزها، فالراجل مشكورا يعني أوصل إلينا النسخة حتى الآن. الكتاب ده اسمه تحفة الأخيار في بيان أقسام الأخبار لأبي نصر أحمد ابن محمد ابن المؤيد التبريزي من أهل تبريز اللي هي في الإيران الآن، المتوفى عام 619 والمولود عام 570، فيبقى معاصر لمين؟ معاصر لابن الصلاح، وكتب الكتاب ده في مصطلح الحديث. وبدل ما يكتب هذا الكلام اللي كتبه ابن الصلاح، كتب خلافه، وإنما كتب أن شروط عدالة الراوي مطلوبة كما هي لم يغيرها. والشيخ ابن الصلاح عمل 65 نوع، هو عمل 25 بس، وزاد فيهم على ما ذكره الحاكم مبحث الحسن، وعرف الحسن لذاته ولم يذكر الحسن لغيره. هذا الرجل إذا رجعنا للخمسة وعشرين اللي جابهم، نجد إنه هو تكلم على الجرح والتعديل كما تكلم فيه المتقدمون، أدي كلامه: وإنما تساهل قوم من الأئمة في الرواية عن كل أحد من غير فرق بين العدل والمجروح لأعراض وأسباب متفرقة، وذكر 3 أسباب، ولا قالت أفلت الدكانة، ولا قال إن ما بقاش إلا بركة الإسناد، ولا قال شيء. الراجل الثاني احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو ابن النفيس الطبيب، قلنا إن السخاوي بينقل عنه. طب انت يا سخاوي ده مشفته ونقلت عنه، ما كنت قلت كده؟ ما دام شفت كتابه كنت قلت ان ابن النفيس لا يوافق البياخي ولا ابن الصلاح على هذا، كنت خليتنا عرفنا. قال انت هتحاسبني يا اخي، ابقى اعمل انت بقى اللي انت فالح، انا اللي قدرت عليه اعمله وانت اعمل اللي انت خارج معاك. ادي الكتاب اهو بتاع الشيخ التبريز، الشيخ ابن النفيس. وفي هذا الموضع ابن النفيس بقى ده اللي احنا قلناه، ده الراجل ده التبريزي 600 وكام؟ 19.
التبريزي ده متوفى سنة 687 اللي هو ابن النفيس، يعني عدى كتاب ابن الصلاح وكتب أبواب المصطلح وكتب هكذا: يجوز الرواية إما من حفظ العالم أو من كتابه المصحح فقط، ولم يربطها بأي زمن. فلا اللي قبل ابن الصلاح كتب ولا اللي بعد ابن الصلاح من المشارقة. ابن النفيس ده مصري، كان رئيس الأطباء، وهو يدل على أن العلم ملهوش كبير أو ملهوش تخصص. واحد يقول لك لا والله ده أنا متخصص في البطاطا، والتاني يقول لا أنا الملوخية. الراجل كتب كان رئيس الأطباء، ووجد أن من شرف العلم أن يكتب في أصول الحديث، ولم يوافق ابن الصلاح على ما قاله في هذا الكتاب. احنا قبل ما نظلم بقى ابن الصلاح هنجيب كلامه هو. ادي ابن الصلاح اهو الراجل، ابن الصلاح اولا ارى معرفة علوم الحديث للحاكم، وارى مستخرج عليها لأبو نعيم. وابو نعيم ميت سنة كام؟ 430، والحاكم 405، وبين الكتابين كام؟ 15 سنة. أبو نعيم عمل كتابه مستخرجا على كتاب الحاكم، ومعناه انه هو تابعه على منهجه. وعدد أنواع علم الحديث عند الحاكم 52. أبو نعيم الشيخ ابن الصلاح شاف كتابه، إحنا ما شفناش دلوقتي لكن في نقول عنه، ابن الصلاح اطلع على ما عند الحاكم وعلى ما عند أبي نعيم، وأثبت هذا الكلام الذي سنقرأه على حضراتكم. ادي الكلام اهو، هو الاول عشان نعرف انه هو قال كده ليه. لماذا تكلم هو على الاسانيد اللي خلت اللي بعديه يقفله؟ هيتكلم هو في مقدمته. واقول يا شيخ، قال ابن الصلاح رحمه الله بعد الحمد والثناء: هذا وان علم الحديث من افضل العلوم الفاضله وانفع الفنون النافعه. دي مقدمه كتاب ابن الصلاح اللي هو اصلا كلهم بينقلوا منه. تفضل يا شيخ. قال: هذا وان علم الحديث من افضل العلوم الفاضله وانفع الفنون النافعه، يحبه ذكور الرجال وفعولتهم، ويعنى به محقق العلماء وكملتهم، ولا يكرهه من الناس الا رذالتهم وسفلتهم. وهو من اكثر العلوم تولجا بفنونها، لا سيما الفقه الذي هو انسان علومها، ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المطلين به من العلماء. ولقد كان شان الحديث فيما مضى عظيما، عظيمه جموع طلبته. هو بيحكي بقى ان القديم، وان انا قاعد اهو دلوقتي في الشام وبقول لكم على اللي حصل بعد ما التتار خربوها، فأنا حاسس إن مفيش أمل، وهو ده اللي حصل. أما مشوا التتار دخلوا الإنجليز، كل الكتب بتاعتنا الكتب دي كثير منها مخطوطاتها موجودة في بلاد أوروبا. ليه؟ لأنهم كانوا يملكون البلاد والعباد ولا يعلمونهم. وإذا وجدوا المخطوطات اللي هي خلوهم يقاوموهم ياخدوها، وما لا يستطيعون أخذه يحرقونه. فلما وجدوا إن هم هيسيبوا المستعمرين البلاد، قالوا ما فيش حاجة إلا إن نكره الشعوب دي في التراث بتاعها.
علم التراث ده فيه خرافة وفيه إرهاب وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. طب واللي انتوا عاملينه ده ومستعمرين ده مش إرهاب؟ يقول لا لا ده دي أخوية. ده احنا عملنا لكم في السكة الحديد من أول اسكندرية لغاية أسوان عشان نجيب البصل بتاع الصعيد نعمله خمر ونسقيكم معانا، مش هننساكم. ليه؟ قال عشان بدل ما هتعملوا المعاصي ربنا هيسدها في وشه. واحنا نقول هذه الحرية. خدوا هم التراث واللي ما يدروش ياخدوه قالوا خلي بالكم ده فيه تعابير. كل اللي يكتب تنقية التراث وشيل التراث فيه خرافة وهو اللي بيعمل الإرهاب، وانت اما تقرا التراث ما تلاقيش فيه إرهاب. امال ما عملش إرهاب ليه وخلاها قام عليكم انتوا طلع روحكم؟ لماذا لم يصنع الإرهاب وانتم جاسمين على صدر المسلمين مئات السنين اذا كان هو الذي يصنع الإرهاب؟ انتوا الذين علمتم الإرهابيين وزرعتوه وفهمتهم خطأ ان دينهم هو اللي يدعو للعنف وهو ما فيش فيه كده. فالامر راجع اليكم واحنا مش قادرين نفهم مصلحتنا. وخدتوا ناس قلت لهم تعالوا نعلمكم، بعد ما علمناهم رحنا قلنا لهم ارجعوا بلادكم تاني. واحد يقول الخلافه بايظه والتاني يقول الخلافه حلوه والتاني يقول ده سيدنا علي كان كده والتاني يقول، قال بس خلاص هم هيقعوا ببعض واحنا نتفرج. لو كان المسلمين هم اللي صنعوا الإرهاب كانوا احتكروا السلاح. حد الآن احتكار السلاح بأيدين المستعمرين. ليه ما نصحش ما دام احنا إرهابيين وهنحارب؟ ما احنا بنحارب بالسلاح والإرهابيين بيسلحوا فعلا، لكن من الذي يحتكر صناعة السلاح حتى الآن؟ هل هم المسلمين؟ ده بيشحتوا منهم. الله يرحم السادات وانا عايش فيها، لما حاربنا 73 بسلاح ما كانش حتى يحرر كيلو، وتكلم الراجل والكلام ده مسجل، قال احنا لو روسيا ادتنا السلاح اللي على العصر اللي احنا فيه كان عندهم كباري نقدر ننصبها في ساعتين على قناة السويس، ما رضوش يدونا الا الكوبري اللي يتنصب في 6 ساعات عشان اسرائيل تلحق تهزمنا. الطيران اللي كانوا بيدوه لنا الخزان بتاع الطياره ما يوصلش لغايه اخر سينا عشان لو رحنا عمق اسرائيل الطياره تقع لوحديها. الخبراء اللي كانوا جايبينهم يعلمونا كانوا بيقولوا اعملوا حسابكم انتوا 100 سنة لما تهزموا اسرائيل. لم يتسلح المصريين على قبرنا الا بلا اله الا الله. وبعض الضباط اللي انا اعرفهم اسروا دبابة بجميع طائفة بعلبة فول فاضية. بعد ما خلص سلاحه كله والجماعة اللي معاه اللي هو موجود حط علبة الفول وقال لهم سلموا وإلا هدمركم، فاستسلموا وهم لا يعرفون أن في يدي علبة فول مدمس فاضية. بعد ما انتصرنا العلمانيين بيقولوا انتوا انتصرتوا بسلاح روسي. نقول للناس كده امنوا يقول لك لا اما نشوف. تفضل يا مولانا. ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظه وحملاته، وكانت علومه بحياته الحية وأفنان فنونه حية، مش إن هي بناخدها دلوقتي ونتحايل على اللي يجي نعلمه. هي حية مش حية تسعى مولانا الشيخ مصطفى. تفضل. وأفنان فنونه ببقائهم غطة ومغانيه بأهله آهلة، فلم يزالوا في انقراض ولم يزل في اندراس حتى أضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد،
لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا ولا تعتني في تقييده بأكثر من كتابته عطلا مطرحين علومه مطرحين علومه التي بها جل قدره مباعدين معارفه التي بها فخم أمره. فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفة، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا من الله الكريم تبارك وتعالى، من الله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث. يبقى الراجل كان بيكتب في بلد خربانة ولا في حالة مزدهرة؟ هي دي اللي خلته يقول خلاص الأسانيد ماتت يا جماعة. فكان متأثر بالحالة اللي هو فيها، راجل شايف كل اللي حواليه بيهلكوا في الإسلام. كتاب ابن رجب شرح جامع الترمذي الذي حرق في القلعة لا يوجد منه الآن إلا أوراق وشرح العلل اللي احنا عمالين نهري فيه ونمسك في بعض. سيبنا الكتاب كله يقول لك لا ده فيه المنكر، أبدا منكر يا أخي. الكتاب اصلا ضاع، لو انت قريته كنت هتسب نفسك. يقول لك لا، ويمسك بقى في المنكر، ابدا منكر. من الله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد اجمع بكتاب معرفه انواع علم الحديث هذا الذي باح باسراره الخفيه وكشف عن مشكلاته الابيه واحكم مقاعده وقعد قواعده وانار معالمه وبين احكامه وفصل اقسامه واوضح اصوله وشرح فروعه وفصوله وجمع شتات علومه وفوائده وقنص شوارد نكته وفرائده. فالله العظيم الذي بيده. هذه مقدمته. بعد ما قال كده الظروف انها مش مساعده، قال بقى الحكايه دي اهي اللي هي بينقلوها اهي. الخامسه والستون معرفه سلطانهم وذلك من ده اخر حاجه. الرابعه عشره قال رحمه الله الرابعه عشره بعد ما قال الشروط وكله بيقول بقى الرابعه عشره دي. أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في روايتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم. تعذر ليه؟ سبت ابن العجمي كاتب كتاب اسمه نهاية السول مش في المقرر. أما يجي يترجم للراجل يقول الراجل ده فيه كذا وليس الكتاب في بلادنا. والسبت كان معاصر لابن حجر. فالبلاد كانت خربانة، مش ان هم الناس واجدين لا شيوخ ولا كتب وفي هذه الظروف يكتبون. قول يا شيخ محمد. قال فلم يتقيدوا بها في روايتهم لتعظم الوفاء بذلك على نحو. كان متعذر لانه مش موجود. الطلبة اصلا اللي تتحمل كالقدامى مش موجودين، مش لأن الشروط مش ممكن تنطبق. قال ووجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا من كون المقصود آل آخرا إلى المحافظة على خصصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده، وليكتفى بأهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخط. هذه الضوابط يعني. وبضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم وبروايته من اصل موافق لاصل شيخه. وقد سبق الى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه ابو بكر البيهقي رحمه الله، فانه ذكر البيهقي ما قصدش كده. البيهقي بيقول اللي يجيب ما نقبلوش والناس ما وافقتوش، فانت ربطت لنا بين امرين غير متوافقين. خلاص فهذه ما قلت ابن الصلاح. في واحد بقى مغربي معاصر لابن الصلاح اسمه الامام الشاطبي، وكل اللي طلبة العلم يعرفونه. الامام الشاطبي ده متوفى سنة 790 وهو من الاندلس ولم يرحل الى المشرق، ولكن
كتاب ابن الصلاح وجد من تلاميذه أهل الأندلس أكثر من واحد، ومنهم من سمع عليه هذا الكتاب، كتاب المقدمة أو معرفة العلوم، فوصل الكتاب إلى بلاد الأندلس، فكتب الشاطبي ما يرد على ما ذكره ابن الصلاح. هذه كتاب الاعتصام للشاطبي، وهو كتاب مطبوع، وآدي كلامه هو عن الموضوع، وأنه ما فيش حاجة اسمه جرح وتعديل عند المحدثين يتوقف. بيتكلم الجزء الثاني من الطبعة دي، بيتكلم على الحديث الحسن. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن لإلحاقه عند بعض المحدثين بالصحيح، لأن سنده ليس فيه من يعاب بجرحة متفق عليه. وكذلك أخذ من أخذ منهم بالمرسل ليس إلا من حيث لحق بالصحيح في أن المتروك ذكره كالمذكور المعدل. هذه وجهة نظر اللي بيقبلوا المرسل، بيقولوا اللي احنا بنعزفه على مسؤوليتنا انه كويس، ان استخربت ذمتنا يبقى تهدت الموضوع. فأما ما دون ذلك فلا يؤخذ به بحال عند علماء الحديث، ولو كان من شأن أهل الإسلام الدابين عنه الأخذ من الأحاديث. أدي الكلام الراجل اهو اللي هو بيقول إذا كانوا المحدثين هيخلوا الشروط مجرد سماع يبقى ليس لهذا العلم مأخذ. تفضل يا شيخ. ولو كان من شأن أهل الإسلام الدابين عنه الآخذين من الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل من جاء لم يكن لانتصابهم للتعديل والتجريح معنى. طب قلت طب انتوا بقى فاتحين الجرح والتعديل ليه طالما ان كده؟ لو قلنا ان المهم حكاية التسلسل الإسناد يبقى ما فيش معنى لأنكم تتبنوا الجرح والتعديل، وأن هذه المقولة فيها هدم لعلم الجرح والتعديل. تفضل. لم يكن لانتصابهم بالتعديل والتجريح معنى، مع أنهم قد أجمعوا على ذلك، ولا كان لطلب الإسناد معنى يتحصل. حكاية البركة دي يعني كأنكم بتسخروا من عقول المسلمين. ما كانش فيه جرح وتعديل يبقى مسألة الإسناد اللي بتقوله خليها بركة، يعني بتخاطبوا سزة مش بتخاطبوا ناس عقلاء. وأنا من وجهة نظري أعتبر أن هذا الكلام من الشاطبي رد على هذه الجملة. قول يا شيخ محمد. مع أنهم قد أجمعوا على ذلك، ولا كان لطلب الإسناد معنى يتحصل، فلذلك جعلوا الإسناد من الدين، ولا يعانون حدثني فلان عن فلان مجردا، بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث أهو عنه. ما فيش حكاية أنه هو مجرد عشان السلسلة، لا، لابد لمعرفة أحوال الرواة، معرفة الرجال الذين يحدث عنهم حتى لا يسند عن مجهول ولا مجرد ولا متهم ولا عمن لا تحصل الثقة برواياته، لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لنعتمد عليه في الشريعة ونسند إليه الأحكام. هذه ده كلام، وبعدين نتكلم على الحديث الضعيف. فأصبح ده كله اللي يدرس المصطلح ولا يبصرش الناس كده يبقى احنا مجرد قاعدين نكلم بعضينا. اتفضل. هنخليش كلام البقاع الاخر، بس اتفضل كمل يا شيخ لان احنا هنوصل لغايه المراتب دلوقتي. وخلي بالكم جت الساعه 12 استوقفوني لان احنا عندنا اجتماع ودول اخواننا ودلوقتي اذان الظهر. طب هنوصل لمكان يذكر عليه وانتوا تخلونا المكان عشان الجماعة بتوع الفتوى لهم علي حق لابد أن أوصلهم إليه. تفضل يا مولانا. وحينئذ فلقد آل السماع الآن لتسلسل السند أي بقاء سلسلته بحدثنا وأخبرنا. هل لما يقول تسلسل السند والشيخ الشاطبي يقول ما فيش معنى لهذا الكلام هو رد صريح على هذا ولا لا؟ لا،
لتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبيها صلى الله عليه وسلم، يعني الذي لم يقع التبديل في الأمم الماضية إلا بالقطاع. أو شوف بقى ده كلام، طب ما دام أنت مقر أن التبديل في الأمم كان بالانقطاع، تصل إسناد بناس ليسوا معروفين ولا جاري عليهم جرح ولا تعديل. فكان كلام الشاطبي ده رد صريح على هذه الكلمة، وإن ما دام الانقطاع هو سبب لضياع كتب السابقين فلا نجعل إسنادنا المجرد من الجرح والتعديل وصلا له. قلت والحاصل أنه لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف، حصل التشدد بمجموع تلك الصفات. ولما كان الغرض آخرا الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية ده كلام يتقال. قال اتقال وخلى واحد يقول لا انا مش هدرس، هدرس ايه؟ الشيخ الشاطبي قال يعني ما يقبلش هذا الكلام، ما فيش داعي لك يتحدثنا واخبرنا وهي ما عليهاش ولا تضعيف، يا تخلوها تعمل زي ما هي كانت معموله بشروطها يا اما واجهوا انفسكم. تفضل يا شيخ. ولكن ذاك بالنظر الى الغالب في الموضعين، والا فقد يوجد في كل منهما من نمط الاخر، وان كان التساهل الى هذا الحد في المتقدمين قليلا. وقد سبق البيهقي الى قوله شيخه الحاكم، انا ما شفتش كلام الحاكم صراحه، لا اعرف مكان كلام الحاكم. ونحوه عن السلفي وهو الذي استقر عليه العمل بل حصل التوسع فيه أيضا إلى ما وراء هذا كقراءة غير الماهر في غير أصل مقابل، بحيث كان ذلك وسيلة لإنكار غير واحد من المحدثين فضلا عن غيرهم عليه. خلاص مراتب الجرح بعد كده، احنا معانا كتابين تانيين مش هيتسع لهم الوقت، إن شاء الله أنا أتناولهم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.